لو نتساعد لو بنبادر لو نتعامل بمشاعر خطوة بتصفي بالآخر منهج خلي التسامح مبدأنا والتغيير بيبدأ منا بتصير الأخلاق عنا منهج منهج للخير منهج إيمان منهج للغير ولكل إنسان بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على رسول الله. حياكم الله في اليوم 24 من رمضان والحلقة 24 من منهج. بكرة 25 رمضان وما أسرع أيامك يا رمضان. الله تعالى أسأل أن يكون كل أيامنا مليئة بالسعادة والعبادة والتفاؤل والأمان لكل العالم إن شاء الله. موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا لأنه في كثير من الأهل طلبوا نحكي عنه، مرينا عنه بجوز بحلقات سابقة لدقيقة شرحته سريعا، ف الناس مسكوه حكوا يا ريت تفصل لنا فيه. واليوم موضوعنا عن مراحل حياة الأبناء، لأنه من أهم وأخطر وأول أسس تربية الأبناء والنجاح بتربية الأبناء اللي هو هدف لنا جميعا، كيف أنا بدي أنجح تربية أبنائي. وأنا بقعد مع آلاف الأسر همهم واستثمارهم الأهم والأكبر هو بالأبناء. صدقوني مش راح ننجح إن لم نقم بموضوعنا اليوم اللي هو معرفة مراحل حياة أبنائنا، مراحلهم بالذات في مراحل الطفولة، ونعرف كل مرحلة نمائية بإيش بتتميز، بالأربع محاور: بالمحور الجسدي والمحور الانفعالي الشعوري والمحور الاجتماعي العلاقاتي والمحور العقلي تفكيره كيف بنضج. هدول أربع محاور هم أنا وهم ابني، وكل مرحلة سبحان الله بتختلف عن مرحلة. هفصلها اليوم هيك سريعا وإن شاء الله تكون وافية وكافية، لكن إذا ما اكتفيتوا من لقاء اليوم دوروا على النت على إشي بنسميه خصائص المراحل النمائية أو علم نفس التطور، ادخلوا على موقع المجلس الوطني لشؤون الأسرة اللي هو ncfa.org.jo ncfa.org.jo. المجلس الوطني لشؤون الأسرة منظمة هي الأروع في الأردن للتعامل مع الطفل، هي طبعا غير ربحية أبدا وهي همها الطفل الأردني وعندهم كادر رائع. هذا الموقع الإلكتروني فيه معلومات عن الطفل وإحصائيات، وفيه برنامج مخصص للمراحل النمائية وإيش الأنشطة اللي ممكن أعملها للطفل بالذات من عمر صفر لعمر أربع سنوات. مهم جدا الموقع. المهم هذا الموضوع حقيقة مهم جدا، وبدي أبدأ بالتالي خطوة خطوة. أول مرحلة مهمة بحياة الإنسان وحكينا عنها حلقة كاملة اللي هي مرحلة الأجنة، وعندنا التربية بتبدأ بهاي المرحلة، بتبدأ من الحمل وبتنتهي بالولادة. هاي مرحلة مهمة جدا بحياة الإنسان، اللي ما شافش حلقة تربية الأجنة يرجع يشوفها. لما ينولد من عمر صفر من لحظة الولادة للحظة بداية سن السنتين بنسميها المرحلة هاي مرحلة المهد، وهي مرحلة مش الكل بيتفق عليها بس أنا بحب أسميها المهد. ميزتها الأساسية إنه الطفل فيها سريع الاكتشاف كثير الاكتشاف، يستخدم بحرفية عالية حواسه الخمسة، يعني اللي بيشوفه واللي بدوقه واللي بيشمه واللي بسمعه واللي بحسه. حواس الخمسة هي أهم إشي عند طفلي بهاي المرحلة العمرية للرباعية، عشان يفهم الحياة من حوله، عشان يتواصل مع من حوله اجتماعيا، عشان يفهم المشاعر ويعبر عنها، وعشان ينمو جسده. تمام؟ عشان هيك بهاي المرحلة النمائية أول سنتين متوقعة جدا من طفلك، بالذات لما يبدأ يمشي على السنة يبدأ يحركش يبدأ يبركش يبدأ إحنا بنسميه للأسف خطأ يخرب. أبدا هو ما بيخرب، هو بيكتشف يخرب شيطان وحط إيده بالكهرباء، عم بيستخدم تنسيش حواسه الخمسة عشان يكتشف المعلومة. الغلط مش عليه، الغلط عليك اللي ما اشتريتي هاي تبعت البلاستيك اللي تنحط بالكهرباء اللي حقها بدوس كل 10 بشلن وما أمنتيش الفازات. ديروا بالكم الطفل بهاي المرحلة لازم نوسع له أكبر كمية من الاكتشاف الآمن الآمن. وحكينا عن موضوع اللعب أدوات المطبخ واللعب بالمي واللعب بالتراب. هاي المرحلة اسمها مرحلة المهد، خطير نسمي الطفل
مزعج، ابني مزعج، ابدا. ابنك يا اما مبدع لانه كثير حركه وكثير حكينا عنها، يا اما منزعج، منزعج منك او من والده او من اخوانه الكبار لانه انت ما عم تعطيه الطاقه الكافيه. يا جماعه الخير اللي عنده طفل بهذا المرحله العمريه، امبارح كان عندنا ضيوف، الطاوله الوسط لازم تكون على الجرب، فيش لها محل بالوسط. وبعض الامهات اللي متكتكات ومرتبات، وبعض الجدات اللي بيسمحوش لاي حفيد انه يلعب باغراضهم، انتوا على خطأ مخيف. انت بتهتمي بالشكليات بيتك والفازات والشكليات، ما بتهتمي بجوهر طفلك بهاي المرحلة النمائية اللي كلها لعب واستمتاع. بهاي المرحلة النمائية من صفر لبداية السنتين اللي هي سميناها مرحلة المهد، كثير مهم التعبير الشعوري الانفعالي بينك وبين الطفل. كيف الابتسامة، كيف المديح اللفظي، كيف التقارب الجسدي. طفلك يعني بدك تفهمني يا يزن عبده ان طفلي اذا كشرت بوجهه بتضايق وبتدمر؟ نعم، حكينا هاي المرحله بالحمل، اذا انت تضايقتي بتضايقيه برحمك، وشرحناها وبيناها بالتفصيل. لكن ما بالك لما يكون عمره صفر ولا شهر ولا سنه ولا سنتين، اكيد التواصل الشعوري الانفعالي الايجابي لازم يكون مكرر في اليوم مش اقل من خمس، واطلعي منه اقل شيء خمس مرات، واطلعي فيها قصدي قد ما بدك. الابتسامة، الضحكة، المديح، العبط، البوس، راح تشوفوا انه حتى نومهم بيختلف، حتى شهيتهم للأكل بتختلف ما بين طفل يتعرض للإهانة والتوبيخ والانفعالات السلبية من أمه من أبوه من البيئة المحيطة فيه، وما بين الطفل اللي بيتعرض لحب وود زي ما علمنا إسلامنا وزي ما دربنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما كان أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم باس أحد الصحابة الأطفال قدامه، الحسن والحسين، فالصحابي بتحكي له بحكى له أو تقبلوا أبنائكم، أنت بتبوس أولادك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب وحكى الحديث المشهور بأنه الله سبحانه وتعالى نزع للصحابي الكبير من قلبك الرحمة. الرحمة والحب للأطفال هي أكبر مثال على الرحمة، يا ريت نهتم فيها بهاي المرحلة النمائية. المعارف والقراءة والعبادة وحب الزوج للزوجة والزوجة للزوج، حب الإخوان والتواصل مع الطفل، كلها مبادئ أساسية في التعامل مع الطفل في مرحلة المهد اللي هي من أهم مراحل حياة الإنسان، ثانيا بعد تربية الأجنة. أخطر مرحلة هي تربية الأجنة، بعدين مرحلة المهد وهكذا. أخطر من مرحلة الأجنة على فكرة هي اختيار الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، وهذا موضوعنا بكرة هنحكي عنه بالتفصيل إن شاء الله. إذن مرحلة المهد من صفر لعمر السنتين، بداية السنتين. هلأ هاي المرحلة بكون الطفل فيها أغلب حالاته وأغلب حياته اتكالية على الأهل، يعني موضوع الشرب، موضوع النوم، موضوع الأكل، موضوع حتى النظافة، بكون الأهل بدربوه عليها. بالسنتين بيبدأ مرحلة جديدة نمائية جديدة، وهي مهم ندركها، مهم نفهمها، لأنه هون بيبدأ وحكينا عنه اللي هو آيزو الأطفال، طفل عنيد، طفل كثير حركي، طفل كثير أسئلة. هون الطفل بتمكن، بيصير عنده طاقات جسدية وعقلية واجتماعية وشعورية رباعية الإنسان جديدة، وخاصة الطاقة الجسدية. هلأ بيقدر يركض، بيقدر يمسك، بيقدر يتحرك براحته، بيكون عفوا خلص من الحفوضة نظف، بيكون بيقدر يحكي ويعبر إلى حد ما، على الأقل لازم يكون بيحكي عبارة من ثلاث كلمات بهذا العمر. وهلأ أطفالنا عم بيسجلوا قدرات كلامية اللي هي ذهنية عالية جداً، بكون عنده قدرة يعبر عن عناده اجتماعيا، أنا بديش أشرب حليب هلأ بكرة ولا بعد ساعة، بديش هاي الكاسة، بدي هذا اللون، وهكذا. بالسنتين بيبدأ انفصال، هذا انفصال طبيعي إيجابي سليم، افهموه صح، بيبدأ انفصال الطفل عن ذويه لأنه بتمكن من قضايا أساسية كان اتكال فيها على أمه وأبوه. وهون ربنا خلق الإنسان بهذا السن، إذا كان عفواً بين قوسين بليد هادي لسه مش منظف لسه كتير بيمشي وراء الأم، هون الخطورة، إحنا هذا بنخاف منه. بس طفل بدأ يعاند وبدأ يهاوش وبدأ يتحرك وبدأ يغيره، بيكون حقيقة إشي سليم جداً وصحي جداً. فمرحلة الطفولة الأولى بتبدأ من عمر من بداية السنتين حتى نهاية الخمس سنوات. خلينا بالله نطلع نشوف التقرير لزميل المبدع والكادر المبدع محمد الفعوري والكادر اللي معاه حول نفس الموضوع، شوف رأي الشارع، استطلاع رأي الأردنيين حول الموضوع، وراجعين أكيد خليكم جنب رؤية.
حجي كيفك؟ متى بتبدأ الطفولة عند الإنسان ومتى بتنتهي؟ تبدأ من حد ما ينولد الإنسان، والطفولة عمرها ما بتنتهي، بتضلها في الإنسان موجودة. الطفولة بدك الجد ولا المزح؟ بتبدأ الطفولة بعد 70 سنة. لا لا، الطفولة بتبدأ من الولادة وتنتهي ما لهاش نهاية. بتبدأ الطفولة عند الإنسان بعد 10 سنين وبتنتهي لما يصير عمره فوق 40. متى بتبدأ الطفولة عند الإنسان ومتى بتنتهي؟ تبدأ الطفولة بعد 70 سنة وبتنتهي على 100. مرحبا حجي، كنا نسألك سؤال، متى بتبدأ الطفولة عند الإنسان ومتى بتنتهي؟ والله لا أقدر أجاوبك، لأنه إيش الطفولة ودي يكون إيش سن الطفولة تبتدي لما يكون كبير ختيار من الثمانينات وفوق تبلش سن الطفولة، يعني أنه نضيع الطفولة. تبدأ عند الإنسان من صغره، من لما هو من أول ما يولد يكون طفل، تنتهي الطفولة بسن 15-16 هكذا. متى بتبلش الطفولة عند الإنسان ومتى بتنتهي؟ والله ما لها حدود، في ناس الطفولة بكير بتجي، في ناس إلا يكبر. تبدأ الطفولة من لما يولد لعمر 18 سنة لما يموت. تبدأ وقت بيكون صغير وتنتهي وقت بيكبر وبيضيع. برأيك متى بتبدأ الطفولة عند الإنسان ومتى بتنتهي؟ والله الطفولة أنا بتصور حسب دراستي علم النفس وتربية وأشياء، أقول الإنسان طول فترة حياته طفولة ونهايتها، لأنه أمرار بتعلمش من تجارب، كأنه يعني طفل وما خدش تعلمش من موقف معين يصير يعني بعد كأنه بعده ما أوائل عمره وهو بيكون كبير. أوكي، متى بتبدأ الطفولة عند الإنسان ومتى بتنتهي؟ أول ما يلد. والنهاية؟ عند ما يكبر. متى بتبدأ الطفولة عند الإنسان ومتى بتنتهي؟ الطفولة والعمر كله إحساس، الإنسان بحس بالطفولة، بحس بالشباب، بحس بالشيخوخة. متى ممكن يشعر بالشيخوخة؟ إذا العمر والحياة هدته شعر بالشيخوخة، ممكن تكون شيخوخة مبكرة. الطفولة الإنسان بيعيش الطفولة حسب البيئة اللي هو عايش فيها، ممكن تمد لعشر سنوات، بنشوف أطفال بعمر 5 و6 سنوات هديتهم الحياة ومش عايشين الطفولة، لكن بعتقد الطفولة، المراهقة، الشباب، نسمي النضج والشيخوخة، هاي طبيعة الحياة هي اللي بتحددها. متى بتبدأ الطفولة عند الإنسان ومتى بتنتهي؟ تبدأ من الولادة بتنتهي عند الموت. من أي عمر تبدأ الطفولة عند الإنسان ومتى بتنتهي؟ يعني من 3 سنوات إلى 12 سنة. يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. حياكم الله. تقرير جميل وألم عالي من الإجابات. سريعا هعلق على الإجابات أو حجاوب الجواب الصحيح لسؤال الجمهور في استطلاع الرأي. تبدأ الطفولة من عمر 0 وتنتهي بالبلوغ، فالإنسان في هاي الفترة بمر بمرحلة المهد، بعدين طفولة أولى، بعدين طفولة ثانية، بعدين مراهقة، بعدين بصير سن إحنا بنسميه سن الفتوة. حمر عليها سريعا. الجواب هو من 0 لعمر البلوغ 12-13 سنة بتنتهي الطفولة. بس اللي آلمني هو كلام أغلب الآباء اللي سمعناهم، وكلهم يعني على ما أعتقد أنهم آباء، هذا اللي كنت أنا بحكيه في أول الحلقة، أنه إذا أنا بدي أكون ناجح بتربية أولادي، بدي أكون عارف مراحلهم النمائية وأعرف كل مرحلة نمائية إيش ميزاتها. بالله خلنا أسألكم سؤال. تخيل صاحبك خربت سيارته، فأخذ السيارة وراح الصيدلي،
وقال لك يا عمي استغربت الصيدلي، قال لي يا زلمة أنت مالك، أنا صيدلي ليش بدك أصلح لك سيارتك؟ في واحد مختص بتصليح السيارات. ورحت أنت مستغرب من الصيدلي وحكيت لصاحبك الصيدلي ما رد يصلح لي سيارتي، بتقول له أنت مجنون يا زلمة، يا جماعة إذا سياراتنا لما تخرب بعرف وين أخذها، بعرف وين أوديها. طب والله العظيم سامحوني جدا إخواننا في التقرير، إذا إحنا آباء وأمهات معلومة ABC تربية أولادنا شو مراحلهم شو الطفولة من أي عمر لأي عمر مش عارفها، طب أنا شو بدي أنتج؟ كأني أنا ماخذ ابني مش لتربوي، كأني ماخذ ابني عن جد لأبصر مين حتى يربيه. إذا أنا لا أملك أدوات التربية، هذا المثال أربطه بالمثال، إذا أنا ما عنديش أدوات التربية اللي هي زيرو تربية، أكون عارف مراحلهم المائية وصفات كل مرحلة، إذا أنا مش عارفها زي ما شفنا بالتقرير، بدي أسمي حالي تربوي، أسمي حالي أب، أسمي حالي أم، ومنحكي إنه يا جماعة الخير مشان الله انتبهوا لأبنائكم ربوهم صح، مشان هاللحية اهتموا بعلم نفس التطور، اهتموا بمراحل النمائية بحلقة اليوم وانطلقوا منها حتى تتعرفوا. كثير بيسألونا كيف بدي أكون ناجحة، من هون بتبدي النجاح. بدي أذكر بهمش تذكير مهم جدا، وأنا هعارض بعض النظريات الموجودة بعلم النفس وحتى تبني منظمات دولية لشيء أنا بخالفهم فيه اللي هي مرحلة المراهقة، وحفصلها الآن بعد شوي راح أدخل فيها أكثر. مرحلة المراهقة إمتى بتنتهي؟ في الأمم المتحدة في اليونيسف بيعرفوها لدى عمر 18 سنة، مع احترامي وحبي لهاي المنظمة الدولية الرائعة أنا بخالفهم الرأي، مش ل 18 سنة ولا ل 22 سنة زي ما في عالم كبير اسمه أريكسون. أنا بحكي بتنتهي مرحلة المراهقة بعمر البلوغ، هي أقصى مراحل الطفولة من عمر 10 سنوات لعمر البلوغ. بعديها بس يبلغ طفلي أو طفلتي بيبدأ بمرحلة سماها القرآن إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، مرحلة الفتوة اللي هي فتاة أو فتاة. موضوعنا حنكمله لكن بعد ما نأخذ الفاصل، بعدها حنكمل طفولة تانية ومراهقة وسن رشد وغيرها، لكن بعد الفاصل حبا وكرما خليكم جنب رؤيا. حياكم الله. إذن ما زلنا نتحدث عن موضوع مهم جدا 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 في تربية الأبناء، وهو إني أعرف مراحلهم النمائية حسب السنوات وطبيعة كل مرحلة نمائية جواتها أربع أشياء، كيف بنمو جسديا وكيف بنمو عقليا ذهنيا وكيف انفعاليا شعوريا وكيف علاقتيا اجتماعيا، هدول شو سنه شو المرحلة وشو طبيعة النمائية. حكينا من عمر الأجنة وحكينا من عمر صفر لعمر السنتين مهد، بعدين من عمر السنتين لعمر خمس سنوات طفولة أولى أو طفولة مبكرة بيصير الطفل فيها اعتمادي على ذاته أعلى، بيظهر تحدي جميل، هذا لازم يتوسع له مجال، لازم أستشيره ولازم أعامله زي ما وصلنا سيدنا علي كالأمير. واقرأوا عن التربية في بريطانيا منذ عقود، بيربوا أبنائهم على وصية سيدنا علي في مرحلة الطفولة كالأمراء، لدرجة أن الأم في بريطانيا يوميا لازم تقرأ قصة لابنها، مش تسلخوا هالكف وتنايمه، ولما تقلب الصفحة وهي بتقرأ له قصة نايمة جنبه بتستأذنه، ممكن أقلب الصفحة؟ هذا إسلامنا، هيك سيدنا علي علمنا وصانا أن نربي أبنائنا بهاي المرحلة النمائية. لازم يكون في عنده أنشطة، منفضل بهاي المرحلة النمائية يختلط اجتماعيا بعمر الثلاث سنوات، فحين يروح على روضة أطفال مبكر بس دوامها مش طويل، يروح للساعة 12 للوحدة يرجع على بيته، يكون يبدأ الأنشطة الرياضية من هذا العمر حسب السن المناسب وحسب الرياضة المناسبة وحسب جنسه. طبعا حسب المرحلة النمائية بنحكي عن 4-5 سنين بآخر طفولة مبكرة بيبدأ ينضج أكثر، ممكن يتعلم لغة الأم يتم التركيز عليها بشكل كبير، زائد لغة ثانية ويفضل انتقائها صح، يعني ممكن يكون إنجليزي مثلا لنقل، ما في داعي للغات يعني موديلها راح زي الفرنسي، رأيي الشخصي الفرنسي ابني ما حيستعملها، لسه الإسباني أكثر تاني لغة محكية بالعالم ابني بيطلع بيستفيد منها، أكيد الإنجليزي ممكن واحد يفكر بلغة ثالثة أو الأخرى حسب حياته. اللغة مهمة، موضوع الدفع الانفعالي الحب والمديح والتأسيس السلوك الأساسي كثير مهم. طفلي بهاي المرحلة النمائية بيبدأ يسأل حاله عن البيئة والأسرة اللي بيعيش فيها، يعرف أكثر الأب ويعرف أكثر الأم،
وكل ما كان في حب بينهم وكل ما كان في عشق بين الأب والأم، كل ما كان قدرة الطفل، ذكاء الطفل، إبداع الطفل، أمان الطفل، ذكاؤه العقلي وذكاؤه الجسدي وذكاؤه الانفعالي والاجتماعي في أعلى مستوياته. والعكس صحيح، كل ما كان في مشاكل الأب اللي هدول تبعون يا زلمة سهيبك يعني هالفلسفة وغيره، هدول ترى أفسد إشي على المجتمع. على كل حال معنا أختي، مين معنا شباب؟ نزيه أخونا، نزيه من الكرك. السلام عليكم نزيه. السلام عليكم، حياك الله أخي نزيه. تقبل الله طاعاتكم. الله يتقبل منا ومنكم جميعا. تفضل نزيه باختصار. حقيقة بكل المواضيع في بداية شهر رمضان كل مواضيع الحلقات ممتعة، واستمتعنا احنا بالمواضيع كلها بالمشاهدة، والحقيقة يعني مواضيع مفيدة جدا جدا. الله يرضى عليك يا نزيه، يعني هاي الشهادة اعتز فيها. لكن أنا إلي رجع عندك يا شيخ ومن المخرج يعني انه في موضوع تطرحوه بالايام المتبقيه من شهر رمضان، وهو موضوع صحيح وخطير على الاسره. انه يعني بتلاقي اليوم الواحد بتقدم لخطبه واحده، بتلاقي عليها مثلا بعد ما يتزوجها بتعرف ظروف الحياه الاسريه، يعني كل واحد بدور على تنكح المراه مثل ما تحدث رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم، تنكح المراه لاربع، بدور انه يعني المراه تاخذ راتب، بس يجي عنده بتلاحظ انه وصلت اخي نزيه. احنا ان شاء الله بوعدك حلقه، اشكرك جدا، حلقه بكره وبعده تبعهم، الموضوع حيتم تغطيته لانه مهم جدا، اللي هي شباب اللي حيخطبوا، اختيار شريك الحياه، وموضوع سنه اولى زواج ان شاء الله، تابعوها في الحلقات القادمه. اشكرك جدا يا حبيبنا نزيه. اذا الموضوع اللي كنا فيه انه مرحله الطفوله مبكره من عمر سنتين لنهايه السنه الخامسه اللي هي بيبدا فيها طفلي بالحركه وغيرها، مهم جدا الذكاء الانفعالي والحب بين الزوجين. لا تبخلوا عليهم بالحب. في واحد بيقول لي انه في حد للحب، الجواب لا، حبه طبعا مش دلال زائد، وهون الموضوع المهم، لا يكون في دلال زائد، هدول اخطر شغلتين، لا يكون دلال زائد ولا حماية زائدة على طفلي. الام اللي بتشوف طفلها لما يبدا يمشي بعمر سن يركض ويوقع بالحارة ويصير طلطم وتصرخ صرخ الصوت اللي بجفل الكرة الارضية، هذا خطأ. انت بدك تكوني رابطة الجأش وتقولي له تعلميه كيف هو يهتم بنفسه، هذا اللي بده اياه. بعمر 3-4 وقع، ماما انت قادر، يلا قوم، بهمش، ايوه امسح دموعك امسح اجرك. حنكمل الموضوع لكن بعد ما ناخذ ندى. ندى السلام عليكم. اهلا يا ندى، كيفك؟ الحمد لله، تقبل الله طاعاتكم. الله يتقبل منا ومنك. الله يخليك. والله انت ما شاء الله كل اللي انت بتحكيه من اول بداية شهر رمضان ما شاء الله اشي رائع. الله، انا بتمنى عليك. من المخرج بتمنى عن جد، وهذا رجاء رجاء من المخرج، انك كمان تضلك بعد رمضان ان شاء الله، إن شاء الله. باكثر إن شاء الله. من نص ساعة احنا ما بكفينا ساعة، صدقني، أو ما بكفينا نص ساعة. إحنا عندنا مشاكل في البيوت الأردنية، عندنا بنات بدهم يتزوجوا، عندنا مثلا زي ما أنت حكيت هسه سن المراهقة. نعم. أنا كثير مثلا بشوف مثلا جدات ما شاء الله زي ما أنت حكيت بيهتموا بالأشياء الخارجية. صحيح. بيضطروا إنهم يضربوا أولاد، يعني البنت يحرم أو الولد بيضطروا إنهم يضربوا أولادهم عشان ستهم لا تزعل، إنه مثلا إذا كسرت هاي أو وسخت هاي. وهذا ترى هذا موضوع حنتكلم عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. الله يرضى عليك، أشكرك. إني رجع منك، الله يسعدك. أنا بدي رقم تليفونك أو إما خذ تليفوني. الله يسعدك، خليك تحت الهواء ولا يهمك، تحت الهواء إن شاء الله بتابع معك الشباب. شكرا لك، شكرا، والله يسعدك، الله يرضى عليك كمان. شكرا لمداخلتك، رجعنا بعد رمضان إن شاء الله يضل. إن شاء الله إن شاء الله، شكرا للمداخلة الراقية والرائعة. إذا نرجع لموضوع اللي هو الطفولة المبكرة من سنتين لخمس سنوات، من المهم جدا، هاي وصايا يعني مهمة جدا، من المهم انه ما يكون في عندي دلال زائد ولا حماية زائدة. وقع بدي اعلمه كيف يقوم ويوقف من جديد، ما بدي انا احمي حماية زائدة. اظن حسب ذاكرتي من اكثر اطفال العالم اصابة بالامراض التهابات هي اظن سويسرا او السويد. ليش علميا؟ لانه اكثر اطفال عندهم حماية، دفوه خبوه اعطوه مطعوم. بألمانيا بألمانيا مثلا في وصايا غريبة عجيبة، إنه خلي الطفل يتعلم ويندعك ويوقع ويتوسخ، لأنه هاي كلها مقاومة، بتبني المقاومة داخل جسمه. فهاي المرحلة النمائية دعوهم، هاي المرحلة النمائية كثير مهم إني أبدأ أعرفه على البيئات المحيطة فيه، أعرفه على العالم المحيط فيه، أعرفه على عالم الحيوانات، أعرفه على عالم الماء، أعرفه على مخلوقات الله سبحانه وتعالى، حتى تكون طفولة آمنة بشكل كبير. القراءة والتعليم ما يكون كثيف لكن يكون موجود، حتى كمان أنمي القدرة الذهنية العقلية عند طفلي. بهاي المرحلة النمائية أنا بلاحظ بالأردن وبالوطن العربي بشكل واضح،
في بعض الأطفال بيكون عنده مشاكل بالنطق، يا إما تأخر بالنطق يا إما بعض اللدغات، يعني حرف الراء ما بيطلعوا، حرف الغين ما بيطلعوا. لا تخافوا، لكن أول خطوة اعرضوه على الطبيب أخصائي أكيد سمعه نطق بشكل رئيس أخصائي بهذا المجال، لازم يشوفه هو بيقيم حالته، أنه اتركوه أو اعملوا واحد اثنين ثلاثة أو حولوه لمعالج سمع ونطق لازم نمشي فيه عشان ما نخاف أنه هذا الموضوع كثيف. هاي السن ببين عندنا بعض المشكلات أو التحديات. مثلا الآن في عالميا واحد من كل 80 طفل يصاب بالتوحد، وهذا نسبة أعلى سنوات بسجل فيها العالم التوحد بآخر 3 سنوات 16 17 18 أو 15 16 17 لأنه عم بيظهر عندنا بالعالم العربي موجود. لكن إذا أنت شكيتي طفلك فيه توحد مثلا، لأنه طفل طبيعي شطور بيبدأ بعمر سنتين بيبدأ يبين عليه أنه توحد، الداون سيندروم مثلا أو الطفل اللي بنسميه منغولي بيبين من الولادة التوحد، ديروا بالكم لا تفتوا بغير علم في موضوع أنه ديري بالك طفلك ما بيحكي مع هذا توحد، هاي صاحبتك حطيها بالله على جنب، اقرأي عنه لازم نعرف عنه واعرضي على أخصائيين ولا تخافي. إذا كان عنده حتى توحد فتوحد أطياف ممكن يكون درجات خفيفة وكله نتعامل معه بالأردن الحمد لله في كفاءات جيدة، مش جيدة جدا ولا ممتازة بس جيدة بالتعامل مع التوحد. فبدك تراقبي نمائية طفلك بصورة واضحة بهاي المرحلة النمائية، امدحوا يوميا على الأقل مديح لمديحين، لازم تمدحوا أطفالكم بهاي المرحلة النمائية عشان يكون متصالح مع نفسه ويشعر بأنه أبوي أمي بيحبوني. خلينا نشوف أختي هبة. سلام يا هبة. هبة سمعتنا؟ على السلام عليكم. سلام ورحمة الله. هلا بدي أسألك، أنا عمري 22 سنة. تمام. الله مصرح محمد. بس يا هبة أرجوكي أرجوكي توطي التلفزيون اسمعينا من التليفون يا هبة. أنا هلا بلشت طفولتي على 22 سنة. ما حسيتها وأنا صغيرة. ما حسيتي بطفولتك يا هبة؟ إيه؟ ما حسيتي بطفولتك عم تحكي؟ ما حسيت بطفولتي وانا صغيره، هسه حسيت بطفولتي، يعني بحب العب مع الاولاد، بحب هذا، ما بحس انه طفولتي انتهت. طيب قولي لي بالله مين صعب، بابا ولا ماما؟ ايه مين صعب شويه هيك متسلط، بابا ولا ماما؟ والله ماما. ماما متسلطه. اه طيب اشكرك يا هبه، اشكر مداخلتك. خلينا بالله نحكي على مكالمه هبه. هي هبه انت كثير طبيعيه، بالعكس شوفي زي ما حكوا بعض في التقارير انه، وانا مش عارف التقرير هم الحجاج الختاري زي ما لاحظتوا شكلهم صايمين مزبوط، لانه عم بيحكوا انه الطفوله بتبدا بعد السبعين. على كل حال حنركز على الموضوع لكن بعد ما ناخذ اسراء. سلام اختي اسراء. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله. والله يا دكتور لو سمحت انا عندي استفسار، انا سمعت عن دراسه انه الطفل من 7 إلى 10 سنين عنده استعداد يتعلم 10 لغات. تمام حاضر بحكي عن الموضوع حاضر، بس أوصل الطفولة المتوسطة ولا يهمك. أشكرك يا إسراء. بدي أرجع التقرير المبدع الفاعوري إنه كان 70 بيقول لك والله الختائري إنه بيبدأ الطفولة بعد 70. شوفوا لا هو هذا مش صحيح طبعا، الطفولة زي ما حكيت من 0 لعمر البلوغ 12-13 تنتهي الطفولة بيبدأ مرحلة الفتوة فتاة أو فتاة، لكن في عنا يا هبة رغبة داخلية للعب زي الأطفال، بس أنا خلصت مرحلة الطفولة، بس حب اللعب وحب الضحك وحب المتعة منشبهها كأنه طفل لكن هو ناضج لكن بحب يلعب كالأطفال، وهي مبدأ أساسي فطبيعي جدا. لكن بدي أخذ نقطة هبة، لما سألتها مين متسلط قالت لي أمي. يا جماعة الخير حقيقة والله العظيم أنا بقعد يوميا مع أطفال محرومين من طفولتهم، من أغرب ما مر علي، بجوز البعض سمع عن الحالات زي هيك. بارح انبعت لي حالة على الواتساب إنه أم مقتدرة وضعها مالي كويس، وهي ما شاء الله كل سنة عندها خلفة كل سنة عندها خلفة، وهذا خطأ حتى في الإسلام، لأنه الأم بتفقد حقها والزوج بيفقد حقه والأهم الطفل بيفقد حقه في الرعاية والتربية. كل سنة بتجيب ولد، في عندها طفل عمره 11-12 سنة طلعتها من المدرسة يعني عشان تعتني بخواتها عشان تعتني بالأصغر عمرا من، فمش عارف مع أنه الأب والأم بيقدروا زي ما عرفت بيقدروا يجيبوا شغالة مع الأم اللي عندها. يعني أنا مش عارف كيف ممكن نحرم أطفالنا في كثير إشي بنسميه عقوق الوالدين للأبناء، مش مصطلحي، مصطلح سيدنا عمر يا فلان قد عققته، بحكي للأب اتجاه ابنه، قد عققته قبل أن يعقك، أنت أب عاق. مصطلح موجود بالله الليلة تقيموا حالكم، هل أنا أب عاق ولا أنا رضي أبناء؟ مش بس في عنا عقوق والدين ورضا والدين، في عنا عقوق أبناء ورضا أبناء.
يا ريت نقيم هذا الموضوع بشكل كبير. هبة اعتقادي يعني متسلطة أمها الله يرضى عليها، فما عاشت طفولة كاملة ونافعة. نيجي على مرحلة الطفولة المتوسطة، برجع بلملم، جنين مرحلة الأجنة، من صفر لعمر السنتين مرحلة مهد، من عمر السنتين لعمر 5 سنوات مرحلة الطفولة المبكرة، من بداية 6 سنوات لنهاية السنة التاسعة بداية العاشرة تسمى الطفولة المتوسطة. وهاي هون الأبناء بيبدوا ينطلقوا، الرياضة مهمة، اللغات مهمة خاصة بنهايتها. إحدى الدراسات طلعت عليها بس ما تأكدت من مرجعيات العلمية إنه ابن 9 سنوات بيقدر يتقن حوالي 6 لغات إذا عاش بيئة اللغة، قدرته العقلية كثير عالية، اجتماعيا كثير عالية. واجتماعيا منشوف التالي، لا تخافوا هذا انفعالي اجتماعي. البنت بصف الأول الثاني الثالث بتميل للولد طبيعي، لا تخافوا، لا تحكوا بنتي فاجرة ولا بنتي عاصية، بنت هاي طبيعي تسأل حالها مين هذا الطرف الآخر، هذا الولد اللي معي بالصف ولا بشوفه ابن عمي. الذكر العكس ما بطيق كتير إشي اسمه أنثى، ببعد عنها وبديش فيديش تحكوا لي عنها فلانة، هذا طبيعي جدا. بعمر البلوغ بيختلف الموضوع. خلينا نشوف أختي دينا. السلام عليكم يا دينا. مرحبا. أهلا، تفضلي دينا. أنا اسمي دينا. أهلا يا دينا، كم عمرك يا دينا؟ عمري 10 سنين. ما شاء الله، مجازين هلا مريحين؟ أه نعم مجازين بالإجازة خلاص. آه جاهزة. طيب قولي لي دينا، عايشة طفولتك، عايشة السن 10 سنوات اللي هي أواخر مراحل الطفولة؟ يعني كيف قصدك الشحنة؟ يعني أنت مبدعة مستمتعة بطفولتك أو عندك سؤال معين؟ تفضل اسألي يا دينا. هلا أنا عمري 10 سنين، هلا أنا متى بتبدأ عندي المراهقة وبهاي أثناء شو أستعمل؟ يعني شو أعمل؟ حاضر، طيب سؤالك حلو، هلا بتسمعي الجواب، خليكي معنا. طيب سريعا جدا، احنا سريعا لازم اذكرها انه مرحله المراهقه بتبدا بعشر سنوات وبتنتهي بالبلوغ. سيبوكم من كلام فرويد الساقط علميا وادله سقوط كلام فرويد علميا، مرحله المراهقه مش صحيح، بتبدا بعمر 10 سنوات وتنتهي بالبلوغ. بكره موضوعنا مهم جدا اللي هو اختيار شريك الحياه، كثير خطير الموضوع، تابعونا بكره بنفس موعد 7 المساء. حتى ذاك الحين استودعكم الله، السلام عليكم.